وبالتالي اللي انا عايز اقوله ليكم هنا في اللي قاله الدكتور معيد، ان ده حال الدوله اللي هو ايه، ارادنا ده وانفاقنا ده. طيب في جزء منه، طب نعمله ازاي؟ لابد ان احنا نزود مواردنا. طب بس عايز اقول لكم على حاجه، واحنا بنعمل ده الدكتوره كانت بتتكلم من ضمن كلامها على الزياده السكانيه، واحنا اتكلمنا في النقطه دي كتير وقلنا ان مصر عملت محاولات كثيره جدا لتجاوز الازمه دي من الخمسينات من ايام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وما نجحناش، وجينا في ايام الرئيس السادات وما نجحناش، وجينا ايام الرئيس مبارك وما نجحناش، وحتى الان احنا ما حققناش المعدل المطلوب. وانا بقول لهم تصوروا لو من 2011 لغايه النهارده كان نمونا السكاني قد عدد اللي يعني ثابت، يعني صفر. في دول كده؟ اه طبعا في دول نموها ثابت وفي دول سلبي يعني اقل كمان. انا بقول لو احنا نمونا ثابت، الوفيات قد المواليد، يعني انت بتتكلم في 20-25 مليون زادوا في الفتره ديت، في الفتره من 2011 للنهارده. انا بقول كلام معقول يا دكتور ولا؟ طيب 25 بالظبط، مش كده يا دكتور؟ 25. طيب ال 25 مليون دول يا ترى احنا مواردنا ده، احنا اساسا الخطين عمرهم ما قربوا من بعض، عمر الخطين ما قربوا من بعض. فتصور بقى انك انت في 2011 بتخسر 450 مليار دولار، وكان ال 450 مليار دولار دول لما تخسرهم ما لهمش تاثير. ما لهمش ايه؟ تأثير. لا، كل أزمة هتعملها أو هتتعمل فيك هيبقى لها تداعيات. وأنا بقول الكلام ده مش ليا ولا حتى للمسؤولين لأنهم عارفينه، أنا بقوله لكل إنسان مصري بسيط ماشي في الشارع. اوعى تفتكر 2011 ل 2013 ال 450 مليار دولار دول حد ادهم لنا. لا، الدولة بتدفع ثمنهم من ايه؟ من لحم الايه؟ الحي. وانت كمواطن عايز تعيش وانا معاك، وعايز تربي اولادك وانا جنبك او احنا جنبك، وعايز تشغلهم وده حقك برضو. بس انا هنعمل ده ازاي اذا ما كناش نفهم الحكاية، حكاية ليه بلدنا طول عمرها كده 43 سنة كده؟ عايزين تخرجوا منها ولا نقعد نضحك على بعضنا ونقول كلام ما يتحققش؟ بصراحة الدكتور بيقول إن الناس جت في كوفيد من آخر 19، خدت اول 20، ابتدت تبان في العالم كله، الاقفال يتم يناير فبراير ومارس وكده لغايه 21، مش كده؟ في الوقت ده كان في 5 مليون مصري شغالين في المشروعات، صح كده؟ فكان الكلام اللي اتقال لنا يا دكتور لما قعدنا القعده ديت، انا بقعد مع مين؟ بقعد مع ناس متعلمه متخصصه، يعني طب في كتير في مصر منهم طبعا، بس هم دول اللي موجودين معانا في المسؤوليه. لكن زمايلنا اللي موجودين في الجامعه ومفكرين في، بيبقى في اتصالات بينهم وبين المسؤولين اللي هم نظائرهم. يعني لما يكون حد في الاقتصاد اكيد هيكلم الدكتوره هاله وهيكلم الدكتور معيط، مش كده ولا ايه؟ عشان يقول له وجهه نظر، وكل الوجهات النظر ما دام منطقيه وعلميه احنا هنقبلها. ارجع تاني، إذا لما جينا في الوقت ده وقلنا طب في 5 مليون، فكان الكلام طب احنا هنعمل تحفيز للاقتصاد ب 200 مليار ولا ب 150 ثم بقى 200، وهنتحمل خسائر 200 مليار يبقى 400، مش كده؟ طيب والرقم كله وصل ل 600، ال 600 دول جبتهم منين؟